إلهي سبحانه وتعالى توفيق الله إنه وفتشيه فحرمنا إن شاء الله عاوة إنان تعليق كوبان أنو كدبة تقنو نكي أيانتان أنو استيني صفاء العانود مصطفى أساقو علمي كوما مشغول سنة عقلي كلا إيو دنما كلا أنا كوما مشغول سنة كليه أن استفزاز أما كعين أنو ماركتي ميل فوضى أنو وضى وأنو فوضى أنو وضى يعني إن هبا وحلا صوف صار أو هبا قفل صوق على يسي أو فوضى ولا دعتلا أنت دعوة وضى ماركا دعتا دي سوى أغيدين ميل بان نكسو قبرنا بريجي هوري هذا ما اللي ويد بان واحد أركي لو أنت المقطع أوبحيي الخديعة الكبرى خيانة وين وخيانة سلام ماركا وخيانة وين وبحي يا دغاي وليه واحد دغاي بليه هي شيخ عام سلفيين شيخ حسن شيخني الشيخ العلامه يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى انا مركا ما دام نك انا هذا واحد بدن ان سلا سو مرني وان كو خصبنا ان ان واخ كيرهدو سببت هذا الشيخ يحيى بن علي الحجوري وشيخي علمي بدن ما كفايديستي حق قارب يقول لي هي ولما المسلمين تانجعل هاي يكملي. لما قولنا مركان يمركو هري سبا ويراري خاصة كتاب كيسا نافعة إعرضة صغار كاي بلوغ الله تعالى قالي المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة اللي هي ميلبو كوهيستا أنا مركا وكو خصبنا هاينا كلمة كإرادة ضروري دي شيخة يقوي والد كيوي عدي والد كيسوان ماكتاها عدي والد كان ماكتاها وكو خصبنا هاينا والد كدفع ولو باطل مصطفى أنا مصطفى 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 ومصطفى مصطفى وعام جاهلة هو حوي به لك أن سور لذن كرينين هلا كان بعد وجدنا وحي ماركتي اعتقادك عقيدة وكسميني فقه وحي سوء قلي معي العلماء سوء قلي وأنين لبن ودبي وحا كلاو ظلمي وكسميني وحلا وماسوني نكي لها سلفين تو الماسوني ماسوني دونا وهي أدي هود يهود كود أقول لي تعذرك كشقيس قال لماذا تنقول ضر الدينه إلا الدنيا أن دين أنا شقين كفر قال لي ما ميل الجار ميل خسر ليس متش الماسونيين سلفين تونك له وماسونيين الصف ما هو متدعمه ومرجع ما هو وحكتك كتك وقال ما هو مشركين ما هو ماسوني اليهود ولبا يهود أخلاق حموي أخلاق لم يدو أخرية وحلق قري البناؤون الأحرار بل يقان وحكست إلا جحر وبي وشقيا نكي سالها صفه وعدو وي سلفيوتنا اعتقادك إيه توحيدك إيه أنت ولقان إيه دفاع عيسى كجا عدك عن سن ما بترتبه نلكست كتبت التوحيد كشل هذا هل كان غا كتابنا كله جنوا كتبت التوحيد يعني طبعا نام وكبدين بدري يراين تشوني كتاب كم مركب أنوك جود ورقة كلا يسكت ده مصطفى واتقان أنا دينكو لأنك جا شيء كين مي وحوي هنا واتقان أنا ده عالم كنا ويا قانا مصطفى وحوي هذا أسرع سبراي يلا توسك فريسان لا إلا مسافعهم يقاني وا 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 ديو إدي إدي سكان صعدهم طي وعي المرك خيانة وين بشوف سمي يبي سووا لي إبليس كسوق طي مرك إبليس بخيانة لا وين يعني وعي الشقيعية يسلفين تي إبليس بس كمال لقى وع هذا ديس قف كان قف هذا الكيس ميسامي ما حدو هذا قف علماء جش قاعد ولا تدين كره أبشر وخلدم كره قف علماء وكسوق هذا كره لكن سع علماء ما لكن إبليس إن لا بربر دقو ولا يرى هذا خيانة حن وامحي الإسلام كمركو تعريفين يوحو كتعريفية بيشقحي الإسلام إنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلص من الشرك ويمحا كوتا وانا قايسة وعن قايسة بيه وآلي بكتي إيرا ياس أولا قتك أنا ودومين دينتي دينتو اللي دومية ويبي صدح رموض باكد الله نيسبي إيرا قاين لغتكو صدحنا وشيغا قدالنا وحيالا بضانو كالوكا قسيدر كو وحا ويبي كفر بالطاغوت وميسا كبحي وكسارت إريقا كتقيد اللي قتقي شانتا حرف وعيه الكفر بالطاغوت وميسا لقصار لابو الولاء والبراء بالردي صدح مشركين تيوردن وح مشركين اللي قلها مجددك عالم كتوقردن ومسلمين بي صدح ذا هدي اللي قتقو معنى هيد وحا وي إسلام كمارك الله تعريفين ايو أما اللي قيح ايو صدح ذا قفكي كتقى خليام العد ما بود كدعا كو لابو الولاء والبراء بميسا كسار صدح كفر بالطاغوت يا طاغوت كان لو قالوا ماشي كسار افر عالم كدت كجوغو دان وا مسلم بي ايريغاس ايو ماشي كسو صار وقفك واهلي كتغا
البراءة من الشرك في قفك انتهي يا شرك بلا جبر النقنية وأهلي أن قدر محو سميجي انت سميجي مصطفى أصلا قال نمر نحرة كفضية نحرة ساوغ فضية صابت على الإسلام نبي عليه الصلاة والسلام بتعريفية وأهلي هناكم مضرين ثم فأخبرني عن الإسلام ملك اللي يري إسلام كي يقوح محوي الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت شن تحرف ما نبي عليه الصلاة والسلام الخيام الكبرى بكل عاد العظيمة وين يا مي كل عاد يو الكبرى بالضغوط بكتج سجى بقى يا رأي براءة برهاتنا يا مكت براءة براءة مش نما كان خواري بالي لا يو إرجع براءة يدقني يا غنى البراءة كوذي فوق يا كوذي مقعسبة براءة ما شكر كوذي فوق كديري ويا هدي لي لهذو حديث كاس السجى صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام مقيح وأهله أهله ما كده وأهله ساتوام علماء وحي كلين تعمرك وحلا تعريفين أيوة مرنا تفصيل بالله وحبا وحي إريو أن يعني تفصيل أه وكلا دقام بمر الشيء مرنا وحي إسقاطان كره بالإسقاط سيا مركو النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنت الإسلام فأخبر له على الإسلام مركو اللي يري محو يري أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله ببراءة كشرته لكن مصطفى ما فهم يكره الخلوص من الشرك مركات لا إله إلا الله إلى حق لقوا عبده مترى الله ما هني شرك أنا بري بكتها أهل كسينا بري بكتها صوص اسمع مركا والخلوص من الشرك هل كاسي البراءة كشرته سلا لا إله إلا الله البراءة كشرته دليل كله الله وحليه سبحانه وتعالى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون النبي عليه الصلاة والسلام به الويل أنتم بريئون مما أعمل بريبات كتين عمل كيف أن بريبان كأهي عمل كين ما عمل كور لنقفي إلى بالجهل جاي عقل حمضة يدين لأنت يقرش لأنت يفورش كعقليا يمسكحان وفوروره قفك هذا إلى هذا كور لن عمل ميلها فعلي يتص عمل ميه عملكم يا رساس اللدعي ميه ما عملكم أن قحية إلى هذا عملكم يا أنتم بريئون ما علورين وأنتم وقفك عمل كيس الدين لقبر النغاسين بريئة لقيت يا قوله تعالى قل يا أيها الكافرون قالوا لا أعبد ما تعبدون لكم دينكم ولي دين تين علينا ما تيان له وبراء صوم صورة محي أقبها أنت مرها دي أيها اللي قالتين مرها دي اللي يريو حكا اللي عمل كني بري بانكا إن داتا دين أنا بري بانكا أي اللي قال دين تضبع حمبارسا ها تضبع حمبارسا لكي قف لا إله إلا الله بري بكو النقو إرنك أول فانتين صوما إرنك مركا أه هدان إيه وأهله إسلام كمرك الله تعريفنا وأهله قفك أن كدرن ووحك اللي وخيان العلماء بكل عام طاغوت كي اللي قبر النقض بسكبر كم نغن إريجا استجع هديسي سلوقاته وإريجا الماء وحبك الله جران أمي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام غير حديث كهذا الوان وأهله يقدر معنا هم بيسود بيسود جليس واي كسر جدي شيخنا waxaan daldalaynaa mashayikh idii ka badatay ama culimo waaweyn oo ku waafaqsan oo qarkood wa ahlihi qarkood ay san gaareen khuluus kaba aka bilaabo sheikh al-islam wal muslimin ibn taymiyah rahimahullah wuxuu leey wa amma al-ikhlas fa huwa haqiqatu al-islam idil islam wuxuu ikhlas huwa haqiqatu islamka idil islam islamku huwa al-istislam lillah wa alla laysu diba la ghayrihi ghayrku wa ana laysu diba أي الخيانة العظمى به وكوبو خصمان شيخ محير الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والشيخ شيخ يعي وعن نتري وخائن كد عي خيانة العظمى انت سوى سدبلت شيخ السلام من التامي هوري انت كليو هروبة هايستابة الاستسلام لله ويبي والاستسلام لله محايتا وحكى الله دوا سوى سجلية اللي اللي سديده الله إلا يسلي به وحويين كلج العابدو الله إلا يسلي به وحويين شرك قال لقفوا هذا الله يسلي به وحويين بر اللي قال نقض قالوا يمشركين صوما إلا أنت مت كان صمن الله يسمي لي شيخ السلام التيمي هذا الكيس سوحه كله هي تحفة العراقية صفحة عفرتن يكوباد مجموع الفتاوى مجلد كتمات صفحة 88 برق الوحيين فإن الإسلام هو الاستسلام سلام هو سديد ويتضمن وحوته الخضوع لله وحده والانقياد له إلا هو جانسه والعبودية لله وحده وأهلي شنطة هذه حرفنا موطه
والخيام العظمى دهد يعني قفكم مركو يا هي قف ان وخبا كلا غرانينين او دالين اسكو سو دولهايا علماء المسلمين تانا كدر دولينايا حد وحا وي و خو دعيا بادلكا انتا ليك بادلكا انتا ليك ايو كو دعيا كازو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وحلي سو اسلام كهادلي ولم يعرف قول الديني ولم يعرف مؤجا ان دين الاسلام دين الاسلام هو الاستسلام لله الله ليس ديبا اني تاي والخضوع له وان لا يعبد الا العابد بجميع الانواع العباده انواع العبادات ودن سوى العبادات وبس واهله وان يتبرأ من من من, من اهل الشرك انت حوري وجرت قف قدول لا اله الا الله يراد وقال لك اللي عابده تبرأ تبرأ من الشرك تاسابا براءة براءة وين ذي الله كل جعبد وشرك كفقت لا إله إلا الله مركت الشرك وكفقت مشرك ونعبت هاي صابتوا كلمة دانا فارقة كلمة دان لا إله إلا الله بكل سعاء قال ك يا مسلم كل سعاء يذا كلا ذنس نبي عليه الصلاة والسلام تقول ماذا وحورين يشهد أن لا إله إلا الله دعية وبراءة براءة أنا قدر من أورين ويا براءة كلمة دانا براءة يذا ببر علماء فسر لي صوتاً في لي لا إله وبراء الشرك يا أهل كي صوتاً بدرك قطع إلا الله نوامحي الله سبحانه وتعالى بدو حد سينيسا عبادة كل جيد سينيسا ولا جنا أهل الله جيد سينيس قاسنا وايو والشيخ محمد بن عبد الوهاب وحن كوت لنا يا إنا نخصب أهين وأهليين للراعي مركز ولا راعي كره تعريفك إسلامك وعلماء وراعيان قرب الله مكمدي لكن هذه اللي قلتها خيانة العظمى إنا يسمعين إهرين لو قلت كافتوني كرة الشيخ صلى الله عليه وسلم الاستسلام لله كليه كافتوني بعد يستين كنوا أيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن قدر إياه الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب إسكاله كتابك اللي يرى تيسير عزيز الحميد وكشر حيو كتاب التوحيد صفحة بغلية طمان بالكافية لوحوا لي إياه صوى تعريفنا إسلامك هو الاستسلام لله تعالى الله اللي يسود يبوي والانقياد له الله الله جانسمه بفعل التوحيد وتوحيد كل صنايع وترك الشرك هي مخيان العلماء يشرك والله قطعه انت وتكتي الشيخ محمد انت وتكتي شيخ سليمان بن عبد الله وعد كنت على شرك ما شرك بقى شرك ما مال اسكف ديا شرك مع جدا انا سوي حق لي مسي شلقان كانوا كجيران وحا وح علمي لي اما عقلي لي اما قراني وح كسبح مكو الله وترك الشرك شرك هذاك تكتدي واهله واس لازمه شرك اهلكي قفك شرك كتجي اهلكي وكتجي صورتك قال ما هينا أهلك سكتكت وعلى شركة كتجين صورت قال ما إن الشركة كتكت وعلى أهلك سكتكين بركة الشركة كتكت أهلك سينا وكتكت وترك الشرك وكلي خيانة العظمى يوحي ولي يعني وخيانة إبليس وكله يلي نقض هاي سطع صدق يتر ويا الشيخ حافظ بن أحمد بن أحمد الحكمي والشيخ التوحيد كسوء دفاعت كيابس وسلم الوصول كإسكاله نظمي ومعارج القبول ككشر حي كتاب كيسا أعلام السنة المنشورة اللي يرى هذا سؤاشي التوابته التوحيد كي كسب سموحه ليه ما معنى الإسلام سؤاشي سويدي مركز هي معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك انت شيخ عيوي حافظ الحكمي حافظ ابن أحمد الحكمي وحليه وقال لا إلا يسلي بالتوحيد يين له قنسان بالطاعة والخلوص من الشرك أعلام السنة المنشورة صفحة سديت كفيل يا هاي صح أفر ميا يا إذا الشيخ فالح بن المهدي الدوسري ابن طي كن صدق بقول سقاشن يلا بادي كن صدق بقول سقاشن يلا يهديلي وحلية أصل الشرائع واحد وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة القاسم كوي كاستم الخيانة العظمى بوفر يا زلمة هو الدين كيور الدين كيور دم بدمي يقدر وامقى شان فريد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن خلف الدوسري كتاب كيسأل الوجوب المفيدة لمهمات العقيدة انتي بيل أسمعنا غير الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ما غاية هسا لح فريد الشيخ شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله حلي الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة انت أكليك أكس إذلالا وخضوعا اللود اللوب وليس خضعي هذا معنى الإسلام مركز الوحيد لأن أصل دين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإخلاص وترك الشرك والانقياد له بالطاعة
وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. شنتي حرف ميضة مصطفى قدر الشيخ ابن باز قدر ما قوي الضابة. الشيخ صالح الفوزان رحمه الله كتاب كيس التعليقات المختصرة على متن الطحاوية وحلي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك قدر سيدي. الشيخ عبد العزيز الراجحي الشيخ عبد العزيز الراجحي حلي الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع والذل والانقياد لله تعالى بالتوحيد وأداء الأوامر واجتناب النواهي. شرح السنة للبربهاري مركو شرح أيو أيو وقع كل وميغا سقال عالم سقال عالم أو إسلام كي تعريف السي أو أهله أن قدالك قدر سقال ما يستع الشيخ يحيى محاك قدر قيسا طبعا عدى إلى أيين النبي عليه الصلاة والسلام سيقول مركو تعريفين أي إسلام وأهله بقدر طبعا كاسي يا رسول كودي عليه الصلاة والسلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا كودي وحدي اللي قصة على وركة نكلي يلا هذا مصطفى عانود مصطفى عانود مصطفى عن وركة سادي اللي قصة على طبعا كودي بخيان العظمى بيكون معه دين تبي الدنيا الولاء والبراء كسارة وحكلي يلا هذا البراء ضد قرن ومسلم بيلا هذه صابته وآلي بكتب عشان حرف بكتب دين تبي الدنيا يعني المصطفى ومجران يسوى واحد مسك على كسر بحيس ذات كله شو قاسم مجران يجوا واحد وقال الله يقول قال مصطفى والمصطفى وقالوا بي حقالوا بي والنبي عليه الصلاة والسلام هاي وهماج وهرن دين تدمي هاي الصلاة التعريفية إسلام أشهد أن لا إله إلا الله قف كده إسلام كوك تعريفية الكلمة بعلماء ذكر كده رنتشي الإسلام الكلمة إسلام كوا كلمة دي كلمة دي كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله بإسلام كي أولاً وضعتها بإرمتلي صابت وامحي دي أيضي باوت وإن دوا لا إله إلا الله يوحي وخدميني هل كاسي كصوة الله نغني صوة الله دعي أنا كان مركز إساقاهي واحد هكا كقراتين جرمي يحد قدبك يدين لأنت يأقون يريد يباطلك وإساقاه الله يو نكال لي رادو مصطفى انت وحن دميسيني شيخ وحي وحي يري بيري كما قال إن لنا عباده يقال إن لقى فقاده يقال إن بري لقى نقضه كما يهلليان كما نو هلين ودمنا يا تاسو ماشي كساري ولاقي يا براقي يعني دول بقى أنت على يا بنت كتابك وهذا حيسته وكا آخرنا يا ماش لا تركي شيخه كقال قال إن لقى بري نقضه لصباح مصطفى سجيو يو 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 أنت كوي بتلاي سنة لا يا أمركي هيا بيننا دجال بقى أتباع بضم ويلانية بلنك سجى مصطفى عقل يعلم يدين يأخلاق يقرشه منه ما يشكو معنا عارف ماذا هان حتى إنه فيه ويهان أقول ملايين اللي ما أرانك المصطفى وحكي الشيء يسوى المصطفى وضال مصطفى نيكي مسؤولين يقول شيء ليس أمه ويهن لها صمه نيكا أنيقا ما أنت المصطفى إنه ننحر استيقوي الدين هيا لا يقالت كبير بكا يلي مصطفى ما كي عندك ما يلي كرم قال يا سلام بوحام وحام وحام مصطفى وحاوي وا 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 ومصطفى ما كما تشرع علماء وأنا لكو ابتلي سوى كلي إنه مركا كهذا لما يلسى رنوي وعمر كلي فإذا قيل لك ما شر البرية الذين يجب علينا بغضهم فإذا قيل لك يعني وكتاب كان وكتاب نافع المبادئ المفيدة وأرضى بلوغة أدفع عن توحيدك أنت سؤاله توحيدك صاب سمكيني تعريفك توحيدك قيبين توحيدك إيه شركك كده قديسة ما هي أعظم حسنتي ما هو أعظم سيئتي أعظم سيئات إن الشركة كتاي أعظم حسنة إن التوحيد كتاي واحد قال لي هذا الديمقراطية إن اللي قد يقو أو تعريفين أيه أو واحد تاي وشيء إن الشركة تاي وعدين أيه دور شوين كإن اللي قد يقو واحد يعني كتاب وحوي النافع وأرضى قبله وقا أنفعية أقيد أهني ولا يبراك كده صي بتدعى ديك كده جي يعني هو كتاب يرى مختصر إسلام مرك أنا قفك مسلم كاي أرضى قبله وقا هي اعتقاد أهني عقيد أهني الدين أهني سك الصور الصي هذين مراكز أهل السنة الله قد جينا حقوي إن لقد قلنا عنه كتاب هذا نقله كتبت أهل العلم جاي يكمله وحلية فإذا قيل لك هذه الوجه لهذا من شر البرية مخلوق يا أشر بلضان الذين مخلوقي يجب أي واجب أهيد علينا كرك أن نبغضه من أن نعرونا نعمه سؤال بقويدين يا أرض يركع عرورته يدمرك يدتك الله دقيه سؤال ويدين وحلية
يا أقول شربضن أنت إلى هاي أبو ريا أقول شربضن شرب خشيل إنه أقول شربضين سلام مركان أي واجب نقول طاينا نعنه أو عرونه أو نعبانه أو كفجانه وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء مركان سوي فقول سوا شهدي الجودي فقول واحد ترى هذا هم اليهود ويهود مما سوني بورك أورانك أوراناي دينتنا مدينتي ماسونية ده يعني إن الجوش يقطن كتاب ضاع ولا ماذا قرر يسأله ولا جيس ماسونية أو يهودة والمدينة أنا دينتي يهودة فدينت الإسلام هم اليهود ويهودة والنصارى كريستنك والمشركون مشركين كوا بوحلي يا شيخ أرض يقول لك يوم يسوع قرر النع أو نعو أو قوي نشر البرية يهودة يا كريستنك يا مشركين توشر البرية دليل كنوراعي والدليل قول الله تعالى إن الذين كفروا كوا قالوا بي من أهل الكتاب أهل الكتاب والمشركين مش أهل الكتاب يهودي النصارى سلقلك والمشركين مشركين في نار جهنم جهنم النار تدي كتيران خالدين فيها وكوا ريان أولئك كوا هم شر البرية نخلو غيره وشر بلا مركم ولا يبرا مبرا أرض الله مبرا أما مبرا أما يسان وحو كشي غيا إن قال هذا لقبر النقم وكان الله يايو يعني سيء وكان سنس والخلص من الشرك يعني وعداوات يا حمان يا فال حمين بسكوتي لكن ما فعل أساك فعل واح كسطاء مصطفى وصار صار يا هذا الكسطاء وكوه الله واح صاب هذا الجهل جيسا عقل حمد جيسا مسلم كي عالم كوك يابا أنت وعجرانا يسوك يابا وسيك الدنيا هذا تنا طلبت علم ذي أنت عقل قال ويكول يابس وقوله تعالى لا تجدوا هل ميسد قوما ضد يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون تعل من حاد الله ورسوله الآية هذا نبي ولا يبراقي صم عياده هو ونكالي أنت عمرك عندك لا جرتوا شيخنا وكا ولا يبراقي كتابك مصطفى ولقاه أو إمو نيو أنكو آخرينه لقوا آخر هلق بره والله مراقي سكوده ولو يتق هلق بره مصطفى أنا وحبره تأو بعنتا أنا قلت والله أنا عدتك كوجو نكسن سألت أكو قارن يود ود كسر أما مكون شيء أما كاع مصيّة ويكو قارن لكن أنا وحاتان كوشة جيّة يقول نعم الحمد لله ولا ما